الو الو، انا محمد. خير محمد، انتبهوا، انتم مراقبين. سياره بي ام زرقاء نمرتها 2302 كي ال 43 وراكم على الدعسة. انت شايفه؟ ايه انا شايفه منيح. ولا يهمك، يلا بسرعه. شكرا. شوفي، في واحد عم يراقبنا. الله يلعنه. وين راحوا الكلاب؟ عرفتي لوين أخذوكي؟ لا، ربطوا لي عيوني، ما شفت شيء أبدا. مشان الله خدني على البيت. لكي حاولي تتذكري، سمعتي شي اسم، شي صوت، أي شي؟ رح وصلك عند أهلك فورا، بس أرجوكي حاولي تتذكري. يا ترى البنت وصلت؟ أكيد هذا أخوك. سكر سكر، لا ترد. رقم خاص. لا ترد، يمكن الشرطة أو عيلة بدر. أنا ميرنا، عم قلك أنا ميرنا. عرفت، إن شاء الله رجع لك عقلك. اسمعني، رجعوا البنت لأهلها فوراً. أي والله تكرم عينك، هي ميرنا بديانا نرجع البنت. رجعوا جولانار، مو صح اللي عم تساووه؟ إذا بدك نترك جولانار بتجي حضرتك لهون بدالها. تعي أنت منتركها. يعني شو بدكم منا؟ تركونا بحالنا يا أخي. لا شاطرة والله، وليه بعد كل شيء صار بتقولي تركوني؟ ألو؟ اسمعي، أنا بدي موتك بإيدي. عم تفهمي؟ رح تموتي وأنت عم تترجيني. حقك رصاصة واحدة. أنت واحد جبان، بتخاف حتى أنك تجرح إيدك، وصوتك ما بيطلع حتى لتحمل سلاح. شو صار؟ نهايتك رح تكون على إيدي أنا. قربت. لوين رايحة؟ على الغرفة. لا تبكي، بلا ما يشوفوكي هيك. جولانار، خلص حبيبتي اهدي، خلص. شو صار؟ عملوا لك شيء؟ ايه. شو عملوا لك؟ فيكي شيء؟ كيفك؟ انت منيحة؟ منيحة، ما فيني شيء. تعال، انتوا لقيتوها؟ وين لقيتوها؟ امي، امي، ماما وين؟ اهلك راحوا على الشرطة، ما قدروا ينطروا اكثر من هيك. امي كانت رح تجن، راحوا على المخفر. يلا فوتي، تفضل. البنت يلي اسمها ميرنا ليش اجت لعندكم؟
من وين بتعرفوها؟ مو كتير بنعرفها. قل لك عمي، قبل لما كانوا بالبلد تعرفوا على أهله. أنت سهرون؟ اي نعم. هيك نحن عم ندور على الوقت يا جماعة. أنا بنتي مخطوفة، لو سمحت ساعدونا. نحن عممنا أسماءهم والشرطة عم تدور. زاهر دوغان تورك ومصطفى، ما بتعرفوا كنيته؟ عفوا. ألو بابا. جنى نار. ها؟ طول بالك، وقف شوي. بابا أنا صرت بالبيت هلأ. أنت كيفك يا بنتي؟ منيحة. أنا ما انخطفت والله، خفتوا علي على الفاضي. لقيت رفقاتي وتمشيت معهم شوي. متأكدة؟ إيه بابا طبعاً أنا متأكدة. بترجاك تجي، لا تخبر الشرطة، أنا منيحة ماشي؟ رح فهمك كل شي. بترجاك تجي. شو عم تقول؟ ماشي. تعي. جلنا نار بالبيت. يا ربي، رح أجيب السيارة. الحمد لله، ألف الحمد لله. نحن رح نسحب الشكوى حضرة الضابط. وشو قصة هدول زاهر ومصطفى؟ والله مبين مالهم علاقة. بنتي راحت تتمشى مع رفقاتها وبس. يلا مرت عمي، خلينا نمشي عن إذنك. ايه يلا، يعطيكم العافية. بتشكرك. أهلين أهلين.